جاء ذلك بعد أن أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم عن عمر ناهز 96 عاما. وفي بيان له أضاف قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث توفيت بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم. وبوفاة الملكة إليزابيث يصبح ابنها الأكبر تشارلز الذي يبلغ من العمر 73 عاما يصبح ملكا لبريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. Basically.